اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء الأصوات داخل المحادثات. قم بالضغطنا على تطبيق تيليجرام، بعد حذف نقوم بالضغطنا، بثم حذف نقوم بالضغطنا على الإعدادات، ثم سوف نقوم بنزول الأسفل والضغط على الإشعارات، وبعدها سوف نقوم بالنزول الأسفل والضغط على الأصوات داخل المحادثات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل الأصوات داخل المحادثات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.